فما شختش ولا شبت في الخمستاشر سنة اللي استجنت فيهم دول. بجد؟ انت مت. امسك دول فلوس. شايف ان دي فلوس بس بتوع ايه؟ اعتبرهم تنازل مننا عن علاقتنا بيك. بابا فريد ما تقصدش، حضرتك مش عارف دلوقتي احنا وضعنا بقى ايه. هي بقت دكتورة كبيرة في الجامعة وبتدرس للطلاب في كل حتة في العالم، وأنا كمان بقيت محامي كبير، يعني لينا اسمنا وسمعتنا. ما شاء الله ما شاء الله. احنا من ساعة ما دخلنا الجامعة أنا وآسر وأي حد بيسألنا عنك بنقول مت. بس آسر انت آخر مرة زرتني فيها من 5 سنين مكانش الكلام ده موجود. حددتني رقم تليفونك وتلتصق بيا. صح يا ياسر، صح يا حبيبي، كنا مضطرين. حضرتك عارف الناس وكلامهم. اسمعني، انت من 15 سنة دمرت لنا حياتنا، وانا مش هسمح لك ترجع دلوقتي وتدمرها لنا تاني. امسك الفلوس دي، اعمل بيها اي حاجة، اصرف على نفسك، لكن انسانة خالص، شلنا من دماغك. احنا اعتبرناك مت، وانت كمان اعتبرنا متنا ودفنتنا بايديك. الشر عليك يا حبيبتي، بعد الشر. السلام عليكم. حرما يا اليوب. اليوب البلد ولا المحطة؟ خف كوميديا. مين الأنسة؟ الأنسة بلبلة، هتقعد معاك هنا يومين. تقعد معايا؟ تقعد معايا ازاي يا ابني؟ ده أنا قاعد لوحدي. لوحدك؟ هو أنت فاكر نفسك زي؟ بص، أنت محتاج علبة منشطات كاملة عشان تتنفس بس. يا راجل ده أنت واقف على حيلك بالعافية. يا ابني ما يصحش كده. على العموم انا هنزل للحاج عيسى وهو يشوف له صرفه. لا، الحاج عيسى مشي وزمانه نام دلوقتي. ويا اخي خلي عندك نخوه ورجوله، تسيب بيت تقد بنتك تنام في الشارع وكلاب السكك تنهشها. النبي يا بيه، الله لا يسيئك، يا رب يخلي لك عيالك. بس يا بت تتحايل عليه ولا ايه؟ الاوضه دي اوضتنا، اللي يقعد فيها يقعد على مزاجنا احنا مش على مزاجه. يعني ايه يا ابني؟ يعني بلبله هتقعد في الاوضه دي يومين. عاجبك على كده اهلا وسهلا، مش عاجبك اتكل على الله تبقى ريحت واستريحت. صباح الخير يا لهوي، الحقوني يا ناس، غيتوني يا عالم. يا راجل يا نجس يا وسخ، يا ولية البنت اللي قد عيالك في الاوضه. راسي يا البنت الصوارع يا ست، هفهمك. يا راجل يا نجس يا ولية، الحقوني يا ناس، غيتوني يا بابا. انا يا باشا طلعت فوق السطوح، لقيت الراجل الشايب العيب ده والبنت دي في وضع مخل. يعني ايه وضع مخل؟ وضع مخل ازاي يعني؟ وضع مخل يا بيه، يعني وضع مخل. ايوه، يعني لقيتيهم فوق السطوح كده على عينك يا تاجر، ولا كانوا في اوضه؟ لا يا باشا، كانوا في اوضه عيسى اللبان. الراجل ده اصلا سو وبيشغل البنت دي وبيقبض عليها ومؤجر الاوضه بالساعه. وسيدي نور ورقه بما حصل ولادي الكذاب. بس يا بنت انت ما تتكلميش غير لما اسالك، فاهمه ولا لا؟ حاضر يا بنت. وانت طلعتي لقيتي باب الاوضه مفتوح ولا انت اللي فتحتي الباب؟ لقيتي الباب مفتوح ولا انت اللي فتحتي الباب؟ انا بيه سمعت الصوت كده لمؤاخذه يعني، فخبطت فتحوا لي الباب. انت كدابه يا وليه. انت ازاي شفتيهم في وضع مخل وازاي هم اللي فتحوا لك الباب؟ حد غير الوليه دي شاف الوضع المخل اللي بتقول عليه؟ لا يا بيه، احنا طلعنا على اصواتهم مبلوزه وصدقنا اللي قالاه. وانت؟ زي ما قالت كده يا باشا. الحمد لله. الحق. مش عايز اسمع نفس. الفل.
اهلا سراج بيه، تعالى اتفضل. ايه الخير ده كله يا علي بيه؟ اه الخير على قدوم الواردين يا سيدي. تعالى استلم. كمل انت يا باشا. لا لا ده انا عندي مشوار مهم ومتاخر قوي عليه. يلا ربنا معاك. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. يا حامد خليهم يجيبوا لي القهوه بتاعتي بسرعه. تمام سعادتك. يلا. مين فيكم اللي مقدم البلاغ؟ انا يا بيه. مش عايز وجع دماغ وحوارات ملهاش لازمه عشان ما طلعوش على عينيك. خدت منك كام؟ ما خدتش مني حاجه يا باشا. يعني انت عايز تفهمني انها وقعت في سحنتك الجميله دي ولا في عينيك المعمصين ولا تكونش راجل نسوانجي وقراري كده وقور وانا ما اعرفش؟ يا باشا انا نسوانجي وقراري، سعادتك شايف اهو دي قد بنتي. في ناس كده تحب السجن تشتاق له. وحشك السجن؟ وحشك السجن يا صبري يا ايوب؟ يا باشا انا قضيت مدتي ووفيت بديني. الشكوى دي كايديا وسعادتك اسال علي باشا. وعلي باشا ماله بقى، كان معاك ولا ايه؟ بص يا صبري، لو شهدت على البت دي انا هعتبرك شاهد ملك واخرجك من القضيه وتروح. بس انا احب اعرف كل التفاصيل. كنت لابس ايه؟ كانت لابسه ايه؟ وايه اللي حصل بالظبط؟ ساعتك عايز نكذب يعني؟ لا يا حبيبي ما تكذبش، انا هعرفك انك كذاب. اركن هنا ووشك للحيط. اركن. هاي يا نبيلة، هتتعبيني هتعبك، هتريحيني؟ هريح؟ خدتي منه كام؟ يا بيه ده قد ابويا، هو راجل محترم ومصلي. هيا ولا يا جايبك. الو؟ هاي يا باشا، ولو مش فاضي يا باشا فضالة. كام قتيل؟ يا حاضر يا باشا، ننفض ايدي واجي لك على طول يا باشا. حاضر يا باشا، مع الف سلامة، في رعاية الله. يا حامد أوامر سعادتك. حضر البوكس وقوة كاملة وتسليح عالي، وخلي الاتنين دول عند عوني لحد ما نرجع لهم. تمام سعادتك. يا باشا دي وليه سو عايزة تعمل مشاكل وخلاص، وبصريح العبارة بيننا وبينها شوية ضديات. وقانونا ما دام الاتنين أكتر من 21 سنة ومفيش دفع فلوس يبقى مفيش عليهم حاجة. ده القانون، بس الأخلاق فين يا متر؟ انت اخلاقك تسمح لك انك تقعد راجل وست مع بعض؟ يا باشا دي بنت غلبانه وقريبتنا، وبصراحه لولا ان انا واثق بقى في صبري ما كنتش قعدتها معاها. بعدين دي خلاص هتروح النهارده. سعاده الباشا، احنا ناس تجار كبار وراس مالنا اسمنا وسمعتنا في السوق، فريد حضرتك تشرفنا في المعرض عشان تتاكد بنفسك. ولا مؤاخذه يا باشا، اصل انا ليا مزاج اركب حضرتك عربيه صح، فريد تشرفنا وتشرب القهوه معايا ان شاء الله. ادخل. المتهمين بقى يا باشا. دخلهم يا حام. اتفضلوا. صبري. نعم يا باشا. 15 سنة كفاية، مش كده؟ كفاية يا باشا. أنا هسيبك بس عشان خاطر الناس الطيبة دي. وأنت يا بت؟ أيوة يا بي. أنا كريه قلب السكة العوجة، قسماً بالله لو شفتك تاني ما هخليكي تشوفي الأسفلت. امشي عدل يا بت. يا بي أنا ما عملتش حاجة. نقول حاضر وبس. حاضر يا بيه. ودلوقتي بقى مع السلامة كلكم. بالإذن يا باشا، السلام عليكم. لا أنا مش عايزك تسخن قوي كده يا حاج، أنا عايزك تشغل دماغك قبل ما تتكلم. أنا عايزك تقول لروحك أنا كنت في السجن والحكومة خدت كل حاجة، وهيثم ابني طلع راجل وجدع واشتغل وعمل الهلمة دي كلها. رجليك شالتك يا هيثم عشان انا اللي رميتك وصرفت عليك، ولولايا انا ما كنتش جيت للدنيا يا حبيبي. جيت للدنيا بقى عشان تبوق في ابوك وتعايره. استغفر الله العظيم، انا عايرك برضه يابا؟ لا انا بس بحط لسانك على سكه الكلام الصح اللي هو انا حر. قول لنفسك كده هيثم حر. عمايلك يا حر هي اللي دخلتنا اللي هيثم نبوس الايادي وتلطينا لطه ملهاش اي لازمه. بسبب انا ولا بسبب صبري اليوب بتاعك؟ اللي مشيك مع بنت زي دي من الشوارع؟ عاوز منها ايه يالا؟ عاوز اللي عاوزه، محدش شريك. خلاص انت حر، دور حياتك زي ما انت عايز، لكن بعيد عن الاوضه، الاوضه دي بتاعتي انا. كده انت قلت الكلام الصح، والاوضه دي تلزمني، هأجرها ب 1000 جنيه في الشهر. الاوضه ساكنه، وفر فلوسك على نفسك يا ابن نعمات. شوقك يا حجيجي. والحاجة اللي انت مشوّنها في قصتها ما عنديش مكان انقلهم فيه. عاجبك تاخد الإيجار
الدار ماشي، مش عاجبك خليك بقى لحد ما الاقي مكان اسوينهم فيه. والبيت؟ خلاص مش هبيتها في الاوضه، هبيتها بمعرفتي. بالاذن بقى عشان الحوادي. المكتب مكتبك طبعا، بعد ما تخلص قعده الهري مع زملاء الارهانه هات الباب في ايدك. سلام. يلا يا بلبل يلا. لو سمحت يا استاذ هيثم. أمرني، عايز إيه؟ يا ابني نبيلة دي أصغر من بنتي. والله العظيم ولا ضايقتها ولا عملت لها أي حاجة. وهي قدامك أهي، ما تقولي له نبيلة. أوعى تكون فاكر نفسك راجل بحق وحقيقي تخاف منه. ده أنت فانيلا ولا إيه؟ يا ابني أنا يلا بلبل